كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. وأشاد عبد الرازق بأبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء لكرامة وطنهم عندما رفضوا تسليم مقر الشرطة الإسماعيلية للمحتلين البريطانيين. وأضاف أن التاريخ خلد هؤلاء الأبطال باعتبارهم رمزا للفداء والتضحية والبطولات، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية لا تزال على العهد بها ساهرة على أمن المصريين في ربوع الوطن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.